مركز الثقافي شادي مؤمن هو اول مركز اللي تنشا واللي نشاناه في 2006 في منطقه سيدي مؤمن. ثلاث ايام من بعد خممت قلت عندنا اربعه ديال المراكز، كيفاش غادي نشدوا هاد المراكز يعني والجائحه والوباء كاين وحنا غنجلسوا مربعين يدينا كنتفرجوا، غير معقول. ثلاثه الصباح قال لي عقلي بانه لازم انه ادماج يكون موجود حتى هو يساهم على قدر الامكان باش يمكن له على الاقل يحفظ ويعمل شويه ديال الوقايه بالنسبه للنساء والاطفال دون السن العاشره اللي هما ما عندوش ماوى، سواء اللي هما في وضعيه شارع او في وضعيه صعبه. وهكا جات التخطيط ديال البرنامج بما فيه بطبيعه الحال من تحويل المركز الثقافي الى مركز للايواء وكل ما يتطلبه ذلك من افريشه، من حمامات، من تلفازات، من اغطيه الى اخره. يعني كان هناك واحد الجهد جهيد، وكنبغي نثني ونشكر بطبيعه الحال الشباب ديال جمعيه الاحياء ادماج اللي وقفوا وقفه رجل واحد واللي حبدوا الفكره، حتى اننا في مده تقريبا 10 ايام كنا انجزنا كل التغييرات في المركز، بحيث الا غتشوفوا المركز اليوم وشفتوه انتم البارح يعني من قبل ما غاديش تعرفوا بانه الناس اللي كيجوا هنا كيتحرموا بان هذا كان مأوى مده سنين، ولا مأوى تقريبا يعني في بدايه شهر ابريل. هنا فاش بدينا كنستقبلوا بطبيعه الحال الناس، درنا واحد شويه ديال الدعايه في الفيسبوك في يوتيوب الى اخره باش نقولوا للناس بانه كاع الفئه ديال المغاربه اللي ما عندهاش مأوى، اللي كتوجد في الشارع او عندها وضعيه صعبه ومحتاجه المأوى، حنا كنرحبوا بها يتصلوا بنا. وبطبيعه الحال جاوا جمعيات منظمات حقوقيه، جا ساميو، جا بيتي، جاوا عدد ديال الشركاء اللي ساندونا بطبيعه الحال بتوجيه الناس اللي هما خاصة كما قلت النساء والأطفال اللي هما في وضعية الشارع أو وضعية صعبة، سواء وضعية صعبة كنقولوا يعني عنف أسري أو عنف زوجي إلى آخره أو عائلي. بطبيعة الحال ما تفوتنيش يعني هذه الفرصة دي، باش يمكن نقول بعدك بأنه المغرب بخير، وأنه المغاربة الحمد لله باقين ضامنين وباقين تيأزروا بعضياتهم. لما الناس شافوا هذه البديلة هذه يعني كل شيء تقريبا يعني ساعد فيها، باش يمكن في 10 ايام تحول مركز من مركز ثقافي فيه طاولات، فيه سبورات، فيه كراسي، فيه الات، وتحولوا بسرعه لهذا. يعني كانت مساعده ديال جميع الناس اللي اتصلنا بهم، الاخوه ديالنا، الاصدقاء، المعارف ديالنا، الشركاء، كل شيء ساهم يعني بما لديه باش قدرنا ننجزوا هذه القضيه دي. وصلنا 54 مستفيد ومستفيد خاصة، يعني يمكننا نقولوا بأنه اللي دازوا من هنايا واللي هما باقيين ما يقرب من 45 حتى 50 امرأة، وما يقرب من 20 حتى 25 طفل وطفلة. انتم دابا في غرفة ديال التموين هنايا فين كنحطوا المسائل ديالنا ديال الأكل وديال كما كتشوفوا كاع الحاجيات اللي كيحتاجوها الناس بالنسبة للطبخ، واللي كنجيبو من بنك التغذيه، والمسائل اللي كناخذوها حنايا كل شيء كاين هنايا كما كتشوفوا. كما شفتوا كاينه تما الاداره اللي كنتوا فيها، هذيك راه كيكون فيها الطبيب، كيكون فيها لي زانفيرميير تما كيكونوا، وتما كيتقلبوا الناس كاملين كلهم اللي هنايا يوميا. عندنا طبيب من المندوبيه ديال وزاره الصحه اللي كيجيو هنايا يعني يوميا لمده ديال واحد ساعتين ثلاث شهور، ملي كنحتاجهم كيجيو دائما الحمد لله. هنا مركز ديال التموين، من بعد كتجي هنايا، هنا كتلقى الايواء. الوغ هادو هادشي اللي كتشوفوا دابا راه كانوا اقسام. هنا هذا راه كانت اداره، هذيك اللي كنتوا فيها ديال التموين راه كانت هي الاداره اللي فيها اربعه ديال الناس تما خدامين دابا.
دابا والله بلاتي، وهذه كانوا فيها ثلاثه الناس خدامين ولا ثلاثه الناس ناعسين زائد الطفله او الطفل هنايا. عندك هنايا هنا المسائل اللي كيدخلوا بالضبط هذا الصابون كل نهار كيخدموا جوج الماكن هنايا. عندك هنايا فيهم لي تواليت والدوشات هنايا كما كتشوفوا غير كمثال على ذلك. هادشي كله بطبيعه الحال ما كانش هي اللي نعزناه. هذه هنا ندخلوا كما كتشوفوا هذه اذاعه ادماج او ادماج راديو اللي هي نورمالمون كانت غادي تفتتح في المركز الجديد اللي كان غادي يدشن مؤخرا، ولكن بما انه جات هذه الجائحه قلنا غادي نديروا واحد الاذاعه مصغره هنايا باش كنديروا فيها هنا استجوابات، كنديروا فيها لقاءات مع المستفيدات تعاودوا حياتهم تفرغوا شويه عليهم. وكذلك عندنا حتى حتى الاخصائي النفساني حتى هو كيجلس معاهم هنايا وكيتصنت لهم وكيعطيهم بعض النصائح الى اخره هنا تيعبروا على شعورهم كما كتشوفوا. هذا حتى هو صوبناه لهذه المناسبه. الوغ هذه كانت مكتبه بطبيعه الحال، يعني دابا مكتبه ما فاطمه اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ بخير صحتك لاباس؟ طبيعة الحال هنا الايواء وفي نفس الوقت الرياضه التنشيط وهذا وهذه المقصده ديال الايواء. هذا كان البريسكولير كان التعليم الاولي، ودابا هو الـ هو الـ هو الاداره كما كتشوفوا. يعني هنايا هنا جوج ديال المسؤولات كيباتوا تاهما هنايا بطبيعة الحال، وهنا كاع المسائل اللي كيحتاجوا لهم الدراري الصغار كما كتشوفوا هنا الدراري الصغار عندنا اللي بيبي خصهم الحليب يعني اللعاب وداك الشيء الشامبوان كل واحد عنده الشامبوان الشكل ديالو. عندنا مازال الناس اللي ساهموا معنا وساعدونا يعني كما كتشوفوا كاين مازال البونج لنا الاصدقاء ديالنا اللي ساهموا حتى هما غطيه حتى هي. هذه كتبين لانه بطبيعه الحال في نطاق توأمة ديال الضابطة شيكاغو هذا كيبين العلاقة اللي كاينة. هذه السيدة اللي ولدت وخدينا لها فراش الوليدة دابا راه مشات، وواحدة أخرى دابا راه في البلاصة اللي غادي تولد قريبا.